أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل على الجنين الذي في بطن أمه زكاة فطر؟ ليس عليه زكاة فطر واجبة، الحمل في البطن ليس عليه زكاة فطر واجبة، ولكن يستحب إخراجها عنه كما هو قول عثمان رضي الله عنه وقول كثير من أهل العلم، يستحب أن تخرج عن الحمل من باب الاستحباب.